كمان امبارح دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كرم اللاعب عبد الرحمن شاهين بعد تتويجه بالميداليه الفضيه في منافسات البلياردو بدور الالعاب بدوره الالعاب العالميه واللي اقيمت في الولايات المتحده. وخليني اقول لكم ان اكد دكتور اشرف صبحي ان الوزاره بتسعى لتوفير كافه المتطلبات والاحتياجات الخاصه بدعم مشاركه الابطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات طبعا العالميه. وكان شاهين حصد فضيه البلياردو بعد خسارته في النهائي امام بطل هونغ كونغ، والخساره كانت بنتيجه 3-1، ليصبح اول مصري وعربي وافريقي يحقق فضيه في دوره الالعاب العالميه.